أذنت. إيه أفضل حاجة بعد صلاة يعني المغرب أذنت، أفضل حاجة نعمل إيه عشان ما يبقاش عضل على افضل طول حاجه تمسك ميه من انا العطش قلت طول ان انتي النهار؟ بتبلي طبعا بتبلي بق ميه وبعد كده اخد 3 تمرات. المفروض انتي لو خدتي 7 تمرات زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام بس مثلا بس كان بس بيعمل، وكوب او قدر من اللبن مثلا، ده انتي كده خلاص كلتي، خدتي كل حاجه، خدتي البروتين والفيتامينز والمينرالز والميه كل حاجه. المفروض ان كده في البس في في السبعة ثلاث او 7 تمرات ولبن. في ولبن ناس بتحط التمر في اللبن، هل ده صحيح ولا اه لا؟ لا لا ما فيهوش يعني مشاكل، بنبقى ناقعين مثلا التمر في اللبن، ده احنا ما بنعمله كده فيهوش في السعودية. مشاكل، ده حلو جدا. السكر بتاع التمر سكر سداسي احنا بنسميه، اللي هو الجلوكوز والفركتوز اللي مش محتاج ان هو يقعد يتهضم ويتحول او يتخزن، ده هو بيبقى زي الراجل الغني كده انا بسميه، بيدي طاقة بسرعة بسرعة للخلايا. يعني انت بتاخده من هنا بتفوق، اللي عنده كوما ياخد الراجل الريتش ده اللي هو التمرايه وتبص تلاقيه فاق، يعني من الاخر الخلايا كلها بيجي لها انعاش فجائي، لان خلاص هو المعدل بتاع ساعات اللي ربنا عملها بيبقى خلاص اوريدي الجسم تعب حتى ارهق من ان هو يحرق دهونه الداخليه، الاي جي اف ده خلاص استنفذ طول الوقت في بالحركة بالعصبية بالظبط. بال المفروض